اليوم جلسة انعقدت ديال سي محمد بوصفيحة تأخرت اليوم الخميس لأن الملف جاهز. دفاع ديال كل واحد في الأطراف كذا التمس الأجل اللي هو لأمور عادية جدا. المحامين ديال المعتقلين التمسوا الصراح. كل ما يمكن نقول لكم أولا هو أنه سي محمد بوصفيحة في هذا الملف هو ضحية، هو إذا كيسير واحد البرنامج ما عنده علاقة بهذه الواقعة ولا بالأمور اللي مرتبطة بها، بل أنه هو كيحيي العمل ديال الضابطة القضائية اللي قدرت أنها تفرز المشكل بسرعة قياسية، واللي من خلال الأبحاث ديالها والمحضر كذا يتضح جد بوضوح يتضح بأنه سي محمد بوصفيحة ما عنده علاقة بهذه الواقعة وما هو إلا ضحية ديال واحد التصرف في غير محله ديال المتهم الآخر.